فينا بتعمل لبنان كله معنا بيعمل مشاكلك شو ما جنسا اهتر قدحو جنب تنسى مشاكلك شو ما جنسا اهتر قدحو جنب تنسى اهتر قدحو جنب تنسى اهتر قدحو جنب تنسى مساء الخير من برنامج قدح وجم سبيسيال مونديال. ليلة هي آخر حلقة بهالشهر اللي قضيناه معكم طيلة 20 ليلة فوتبولية مونديالية اجتماعية سياسية وفنية، وبالآخر تنتوجها بدعوة قضائية. بما أنه الليلة آخر ليلة بهالموسم، قررنا أنه يكون ختامة مسك. وكيف بده يكون ختامة مسك؟ لقينا أنه أفضل نوعية مسك إعلامي وسياسي موجودة عند الأستاذ جوزيف أبو فاضل. أهلا وسهلا فيك جوزيف. أهلا فيك يا ليال، أهلا. ميرسي على المقدمة، إن شاء الله نكون نستاهلها. لا استاهلها وكتير. تسلم. مساء الخير جوزيف. مساء الخير جام. أنت مسك وأنا عنبر. لما حطينا على تويتر أنك جاي ضيفنا، كل التعليقات كانت بما معناه بدها تولع ليلي، رح تولع. يلا يعني نحن اصلا على طول مولعينا، بس ايه. انا بتوقع الليله ان شاء الله خير. يعني نعمل قبوله. قبوله هيدي بعيد الرب، بس اتكال عليك بالقبوله. ايه اوكي. جوزيف. ايه اي خلص المونديال وليال. اي خلص المونديال. خبري على المونديال. خلص المونديال وفرنسا اخذت الكاس 4-2. يعني انت مع مين كنت بالفوتبول؟ أنا اللي كنت معهم كلهم خسروا. برازيل يعني إجمع. أنت أساسا برازيل، ظهرت البرازيل نقلت عمين؟ لا ما نقلت حدا، يعني صرت فتش وين في فريق قريب لألي هيك بعقلتي. يعني في شيء طلع قريب من عقلتك؟ لا. لا ما في شيء. منك من النوع اللي بينقل يعني مثل لا شو اسمه ما خلق. وليد لا توفيق. ليك نحن على كل عندنا حمار بتوقع اسمه طنبوز. نعم. حمارنا طنبوز توقع انه كرواتيا تاخذ الكاس، جرسنا. لا. ما زبطت معه. ليه كان لازم طنبوز؟ شو كان لازم تغيروا له اسمه، سموه جحش. ليه؟ لا بس لانه الحمار عنده ميزات مهمه كثير. 100%. ما بعرف ليش بيعتبروه اهانه اذا قلنا عن حدا حمار. عنده صبر وعنده صبر. 100%. عنده صبرين. عنده صبرين الحمار، صبره طويل. قد امريكا. بس على كل بتعرف انه طنبوز توقع، يعني زبط معه شيء 16 توقعه من اصل 22. واخر شيء توقع انه ما في حكومه قريبه. شو قولك؟ ان شاء الله ما يكون جحش. شرفونا. شو توقع طنبوز؟ شو رايك جوزيف؟ طنبوز توقع ما في حكومه، ذكي بالسياسه طنبوز او مثل ما قلت عنه جحش؟ والله بدك تشوف الضغط الخارجي على الطنبوز اللي عندك. لانه بدنا نشوف اذا بتركب حكومه او ما بتركب، وهي الحكومه اذا بتركب بده يكون في رضا خارجي عليها. شو قولك، قريبه او بعيده؟ هالرضا رح يكون قريب او بعيد؟ ان شاء الله عم يسعوا لها، بس لا يعني ما في نية، يعني ما في نية للتأخير بالخارج، لا للتسريع. والله بالعكس، نية خارجية ما في، لكن في إرادة داخلية. إن شاء الله تقدر تعمل في شيء. إرادة داخلية بعكس طنبوز. إليك تبي جوزيف. مين مثلا بالسياسة الداخلية اللبنانية هيك من وحي طنبوز بفوت بالحيط مرتين ثلاثة وبيرجع يفوت فيه؟ إنه عادة طنبوز بيحيد عن الحيط. في ناس هيك بلبنان بتفوت بالحيط وبتضل وبتضل تفوت وبتضل تفوت ما بتتعلم. في كتير بس ما بيصيرش يشبههم لطنبوز. بتكون عم بتهين طنبوز؟ لا لا هذا انسان ما بدي. لا ما هيك ما بدنا نشبههم، بس طنبوز قلنا انه عنده صبر طويل. هوديك صبر قصير كثير. على كل ان احنا جوزيف جمعنا لك لقطات هيك بفيديو بكلام انت قايله. خلينا نشوف هيك اللقطات اللي جمعناهم ونرجع نعلق عليهم. في ناس سابق انطوان زهره
طلعوا ثلاثة أربعة يعني شفتوا أنا لبست لي هالرشاش هيك وحامل لي يعني وصار بطنه قد بطني يعني مثل بعضنا ناصحين كيف؟ مش هتلاقي هم داعش، هتلاقي هم داعش إذا ركضت وراه كيف هي يركض من دربهم. يعني اليوم من الأسئلة لهلا عم توصل لي. هلا هودي أنا برأيي يشتغلوا بالطبخ شو بدهم فيي؟ مين بده يشتغل بالطبخ؟ هول عم يحكوا ولا حكيت. عندك مشاريع مستقبلية لل 2018؟ نعم. مشاريع مستقبلية بال 2018 عندك شيء؟ شو أنا قالوا لك عني رقاصة؟ مشاريع مستقبلية. بيسألوا شو هويتك أو شو مشاريعك؟ بتقول لهم الفن والغنى والرقص والكتابة والسفر وركوب الخيل، معاش وقت فوت على الحمام. شو صار بالخرز الزرقاء؟ يبدو الرئيس سعد الحريري هيئته طبال على الحبة الزرقاء. تراحت فيهم كلهم. لا بضحك لأنه كوكب الام تي في. شو؟ بالكوكب هون ممكن واحد أنت عندك تستدرجي له بالكوكب هون؟ يعني مستقبلي واحد متطرف متزمت عنصري طائفي بدك اياه مذهبي بس في سبيل لبنان. ليك تاكل قتل سيد ابو فضل. ليك تاكل قتل سيد ابو فضل. انا مره بالغلط عم ببعث واتساب في هيك كلام زفر وست كذا بعثتها لسيد احد السياد المرتبين شي الساعه 2:30 3 ترقيه مع صلاه الفجر ببعث واحد بدق لي قلت له ايه سيد شو بك؟ قال لي الله يسامحك الله يصلحك. شايف فيديو مش شايفه بحياته. بعدك عم تبعث من هول الفيديوهات؟ لا خلص حريص كثير. كان تليفون جديد تعلمت ومش شاطر فيه من انا هول الاشياء هي. انا هلا حدا بجيب تليفون اذكى منه رح اجيب تليفون اذكى منه. انا هلا رح اعمل لك مسكول هيدا بيعلم رقم عندك هي رقمي تبعك ابعث لي اذا في شيء جوزيف بس انت متحلى بعطيك رقم ليال متحلى اعطي رقمي تحت الهواء تحت الهواء تحت الهواء تحت الهواء انا متحلى ايه متحلى كثير ليش اول انت طلعت اول مره طلع جمع الهواء انت من سنتين تقريبا طلعت معك ايه هلا احلى صار هلا ايه احلى عامل بوتوكس عامل بوتوكس ظبط ايه حاله بعدين ديناك زغرانين ايه حطيتهم شوي لطنبوز ليك جوزيف شفنا بين الفيديوهات هيك لقطه قمت فيها بدك تضرب ضيف واحد ايه بس هلا هو على الاخلاق معي ايه قال لي انت سافل ومنحط هو اللي اعتدى عليك طب هلا مين مثلا اذا كنت عم تشوف حدا عم يحكي بيطلع بالك تضربه انا ما هيك لا بلبنان ما بعملها أيه. انا هيك كانت بقطر بالدوحه أيه. واحد اول ما كانت ما يسمى بالفوره السوريه أيه. او العملاء أيه. من حق كل شعب يطلب باصلاحات بس يوم تقام هو صار يهيني وكذا افترى عليك قال لك هو يعني هو اعتبر انه انا بالدوحه وبقطر ما بعملها اكل قتلي بقطر وبالدوحه ما هو مش عارف انه بقطر وبالدوحه بياكل قتلي اكيد زيف عم تطلع على سوريا ايه بطلع اكيد كل يوم لا. لا 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 لانه عم تطلع يعني عم تستمر باستمرار يعني يوم اي يوم لا عم تعبي سيارتك نازحين نازحين؟ ايه لا مش عم يقبلوا يطلعوا مش عم يقبلوا يفلوا ليه؟ ما بيساعوا قاعدين مرتاحين هون بعدين مليونين سيارتي شو بدها تساع؟ ثلاثة أربعة على دفعك كل يوم بتطلع معك خمسة شو بدك اشتغل على الخط أنا؟ شو بدك اشتغل على الخط؟ ايه خط بيروت الشام؟ أنا قلت منه بيزعلوا الشوفيرية لا بكرة إذا الله راد لازم يرجعوا لأنه هون بلدهم نعم سوريا بلدهم وكرامتهم وتحت سما بلادهم بيشعروا بكرامتهم هون غير شيء لبنان وسوريا صحيح شعب واحد ببلدين لكن في دولتين نعم لازم يرجعوا مشانهم هن ومشاننا نعم اكيد ومشانك جنب طبيعي انا لانه قالوا لي في عم بتغزل فيه مش بايدي قالوا لي في يانوسو ما اهضم قالوا لي في سفنجي يمكن تجي من سوريا تقدم برنامج هون بلبنان انا بزعل تاخذ من دربي لا انت صاروا 270 الف لبناني عاطلين عن العمل تصور يجي حدا اعلامي اسمه مثلا كام من سوريا يجي يقدم محل اعلامي بسوريا يوجد كل شيء بتعرف شو بيطلعوا لك بس هوليك سفنجات تقليد جام سفنجي اصلي جوزيف اليوم حزب سبعه عملوا مظاهره برياض السلح ضد الوضع المزري اللي وصلنا له هلا الخطوه حلوه بس انظر هاي صوره من المظاهره شفتها هون هو ما هو سبعه ما هني سبعه ايه بس انه هو فريخيت على قد واحد اثنين سبعه سبعه على قد سبعه ايه بس قبل كانوا ثمانيه ما بعرف كانت اولى معهم ايه علي السلام ايه طول علي السلام ايه شو بدي اقول
عملوا شيء عاطل؟ لا عليه السلام. اوكي هالقد بتحبها؟ انا؟ ليه؟ لا ما يعني ما بعرفها لحبها. اوكي لا فكرت انه معجب بأدائها كنائب او شيء هيك. هلا اول فوتي فاتتها بمجلس النواب ما بعرف اذا زبطت معها. ما بعرف يعني ما بدنا نشوف الايداء بعد ما شفنا خيرا من شر. طيب انه هول الاولاد شو رايك فيهم هول السبعه اللي اجوا؟ انه ليش مثلا هالقد صاروا صغار يعني حزب سبعه مش حزب سبعه ولاد. لانه الكبار وعيوا قعدوا بالبيت بقي الاولاد على الطريق جابون هذا بيعطوه ساندويتش بتاكت بيبسي بيجي. معقول يكون هارون هو جايبها وكمان عم يشتغل مع سبعه؟ هارون عم بيسهل لهم طريقهم. ليك جوزيف بين شيعه المقاومه وشيعه الدولة حسب ما صنف اللواء جميل السيد شيعة لبنان. ما. انت بتقول مين اعطى لبنان اكتر؟ انا ما بقدر جاوب على الجواب لانه بعتبر الشيعة شيعة. يعني انت اساسا منك موافق على التسمية انه شيعة الدولة وشيعة؟ هو اللواء السيد هذا رأيه وانا بحترمه. ولكن شيعة شيعة كانوا بجنوب او بشمال او بالدولة او بالمقاومة. لا اكيد يعني المقاومة قدموا دم. أيه؟ قدموا تضحيات كثير. نعم. أيه؟ وشيعة اذا كان بيقصد يعني الرئيس بري. شيعة الرئيس بري شو قدموا؟ قدموا قدموا لنا كهرباء. بعدين بقول لك شغله قدموا لنا الرئيس بري. اعطينا مزبوط مزبوط. الرئيس بري ما تنسى هيدي احلى هديه. هيدي السابع مونديال عيمه. وبعدين انا بالنسبه لي دوله الرئيس نبيه بري الاستاذ نبيه بري هو استاذنا وحبيب قلبي وانا بتمنى له ان شاء الله العمر الطويل ويضل رئيس مجلس النواب لتامن مونديال. نعم. طب يعني ما فينا نقول انه شيعه المقاومه هن بفرد خندق مع موارنه التيار الوطني الحر وشيعه الدوله هن مع موارنه القوات اللبنانيه شيعه الدوله. هلا في غزل بين رئيس بري إيه؟ والقوات إيه؟ بين حركة أمل والقوات وبين حزب الله بين حزب الله والتيار بس مش الموارنة. ما التيار فيه مش بس موارنة فيه أرثوذكس وفيه كاثوليك لا أنه مسيحيين أرمن. يعني مسيحيين إيه بس أنا ضد أنه الشيعة ينقسموا هن بس يكونوا متفقين بيكونوا ضماني لألنا وللبلد 100%. هو حيالله انقسام أصلا بين حيالله حدا بيعمل مشكلة لا أني كانوا متفقين بالانتخابات وكل شيء كان جيد صحيح بس هذا ما بعرف بدنا فرجيك فيديو عن علاقة الحب والغرام والعشق القتال بين الدكتور سمير جعجع والرئيس نبيه بري. بس قبل في عنا مليون بشيطابي هون بدنا نربحها جوزيف بياخد اتصال يعني جاءت بوشي هالسماعة بركي بتعلم وطبشنا السماعة وزاد هيدا الرقم عم يمرق على الشاشة لحتى تتصلوا فينا وتحذروا المليون أين موجودة في أي طابت طابت أوقاتكم كل الحب كل الغرام أكيد حضرتوا هيدا طابت شو رمزون شو كنت عم تسألوا كنت عم بسألوا عن كل الحب كل الغرام حضرتوا هيدا المسلسل الطويل بتتابع إجمالا مسلسلات في واحد حضرناه ما بعرف شو اسمه الممثلي الممثلة بكل حب كل الغرام راكيل لك لا أليخاندرو ما بعرف أنا إنه ما قد ما نزل مسلسلات ضعنا بيني وبينك ضعنا أنا إحنا معودين على باب الحارة هلا يمكن قد ما في ضغط على الخطوط جوزيف مرات ما عاد حدا بتعلق معه فرجونا فيديو الدكتور جعجع والرئيس بري بكون بركي علقت لك على المستوى الشخصي لا أخفيك أن لدي ضعف على شخص الرئيس نبيه بري بتحبه لنبيه بري إيه الدكتور سمير جعجع هو قايل يعني حسب ما قريت انا انه لجريده الاخبار قايل انه ما قادر يحمل نبيه بري معه حق هو مش قادر يحملني انا اللي قادر احمل قبل ما نعلق على الفيديو ناخذ الو مساء الخير اهلا سعد المصر مين معنا؟ فرحات العالي اهلا مساء الخير فرحات ايا باي طابه بتقول موجود المليون بالطابه الصفراء يلا بنتمنى لك التوفيق يا فرحات انا رح اقوم شوف اذا المليون موجوده بالطابه الصفراء شو اقول لك جوزيف ما بعرف
جوزيف شو قال قلبك؟ لا ما نسأل جوزيف، بركي قلبه. يا فرحات بدنا نعتذر منك، المليون منا بالطاوله الصفراء للاسف الشديد. ايه جوزيف، شو رايك بهالفيديو بين دكتور جعجع والرئيس برني؟ انا صدقت دكتور جعجع اكثر. صدقته؟ ايه لانه محب. ايه انا بحب وبحب العالم كثير. ايه هالقد بحبه للرئيس، ما فيش اهضم منه. هالقد بحبه للرئيس برني ابدا، مش عم بنام الليل وبفكر فيه. ايه وما قد ما هيك بفكر فيه راح ما انتقبه. انا بتعرف شو بقترح انه يعملوا؟ يدمجوا بين الامل والقوات اللبنانيه، يعني بدل ما تكون امل افواج المقاومه اللبنانيه تصير اقل افواج القوات اللبنانيه، هيك بيصير في انصهار. اذا بدك على مواقع التواصل الاجتماعي ايه؟ متفقين، انا بشوفهم بقعد بضحك معك. متفقين 100%. صح صح، القوات وامل متفقين، ولو ما انتخبوا الرئيس بري في غزل، في كيمياء يعني، بس ايه انه في غزل، في مصلحه مشتركه ايه؟ بالنتيجه يعني كلهم سوا، رئيس مبكي رئيس بري حائط المبكى تبعهم. نعم تروح بيبكوا عنده، مين ما في، وبيحل المشاكل على طول، بيقولوا بيحل المشاكل، حلال المشاكل، ورجل دولي ورجل وطني. انا معروف انه يعني رئيس بري بكن له كل محبه جوزيف واحترام. نعم برايك الرئيس سعد الحريري ايه بين انه اجا من السعوديه، ما بعرف، ما دق لي لليوم، كان محتجز. لا كنا عرفنا كنا عرفنا من هيك المره، لا اجا هذيك المره جبته انا وجيت. الرئيس عبد الحريري بين النون والعين شو رح يختار؟ هل ينتظر أم يعتذر؟ عرفت كيف عم بلعبها؟ نون وعين، ينتظر يعتذر. هذه مثل بين التفاؤل والتشاؤم. حطوا التشاؤل. هو شو التشاؤل؟ هو يعني ينتظر، ما بيعتذر. لا بينتظر. إذا اعتذر يعني بيكون نهي حياته السياسية، بيجيبوا غيره يعني، وهذه معروفة. هو يعني بفتكر لو بيخلوه من الخارج يشتغل كان أعلن حكومته، بس ما بيخلوه. مين من الخارج قصدك يعني؟ السعودية. بس ايه؟ طب ليك جوزيف، خلينا هلأ نشوف أهضم مشاهد من المونديال. يلا ايه، ومناخد بريك من بعده لنشوف شو أهضم شي مرق بالمونديال. فأذن بريك ومنتابع معكم. جم جم مع ضيفنا الكاتب والمحلل السياسي والطريف والمعروف بظرفه وطرافته وصراحته وشفافيته. منتابع اخر حلقه بهالموسم من برنامج قد حجام، بدنا نحكي هلا لغه ولغات. يلا اوكي. هلا مع اللغه الجديده اللي انتشرت عبر السوشيال ميديا تبعت النائب وائل ابو فعور، تعرفنا على كم هيك كلمه ما بحياتنا كنا، مين عم ينقلوا هن، ما بحياتنا كنا سامعين فيه. مش شغله يعني؟ لا او لك مش شغله، مع انه هو معروف انه يعني بليغ ولا لا؟ هالبلاغه بدها علم وافر.
هو اكيد متعلم بس مش هالقد يعني هودي منقولين هاو منقولين لا اذا عم يسمعك وائل مفاور ما بيقول شيء بيعرف لي موقفي يعني. طب انا بدي اسالك عن شغله اللي بتضوي وبتطفي وبتروح وبتجي شو اسمها ما بعرف كهرباء يعني اي لا ما في شيء اسمه الكهرباء في الكهارب كهارب ايه وين تطلع هيك كهارب عقارب ما بعرف لا شو كهارب كهارب ايه مش كهارب ما في كهارب شو جمع الجمع ولا جمع التكسير ما في فرجونا ما نشوف ولكي لا تبقى قصور العدل في عتمة صرخة محامين من أمام قصر العدل في بيروت هي بالحقيقة لا تشبه القصور لا بالشكل ولا بالمضمون تجي الكهارب وبتنقطع تجي الكهارب وبتنقطع هاي زميلي ايه ما فينا نحكي عنها شيء ما عم نقول شيء بس الكهارب عم نسأل عن الكهارب الكهارب هاي بركي لهجتها هي ما بعرف اي منطقة يمكن هن عندهم هاي كلمة معتمدة او شيء او بركي قصدها انه الكهرباء بتجي مثل الحرامة كهارب تهرب من العديد معقول ما معك حق ممكن كثير تجي كالهارب يعني في اطار كمان اللغات احلام تعرفها احلام غردي التغريدة لا ما حصل الشرف احلام اللي بتغني مطربة مش كمان غردي التغريدة عم تشجع فيها الفريق الفرنسي بس شو تغريدة بدها حلم الله شو قالي كتبت لهم للفريق الفرنسي رام بابي on veut un notre goal s'il vous plaît حلو هيدا بتنقرى كالفو بلير كالفو هيدي هيدي إذا بدك تحكم على اللغة كم سنة حبس بتروح هيدي قال له مؤبد وارجع لي كمرزوقة عادل إمام لا مش ظابطة معي يعني أنا برأيي تكتبه بالعربي شو الله حشرة تكتبه بالفرنسي إنه على أساس عم تخاطب الفريق الفرنسي بس إنه كيف وائل أبو فاضل هلا الفرنساوي يعني ناطرين لأحلام تتغرب لهم تتقوي لهم معنوياتهم كان لا يمكن عم تحذرهم إذا حدا بيعرف شو كاتب بيربح مليون مثلنا معقولة حذورة إيه طيب خلينا ناخذ هلا ربح مليون ناخذ كمان يلا تبوشي هالسنة يلا رح أطبوش يلا إن شاء الله بتعلق مع شي محظوظ يربح مليون بآخر حلقة من هالموسم عسيرة المطربين جوزيف لا إيه بتكفي له ما تنسى إيه؟ الفكرة جمجوم إيه؟ يلا ألو مساء الخير السلام عليكم وعليكم السلام مين معنا؟ معك فاطمة وهبة فاطمة من وين عم تحكينا؟ من الخيام من الخيام أي طابة موجودة المليون يا فاطمة؟ الطابة الزرقاء يلا بالتوفيق بالطابة الزرقاء يلا انت عندك ضعف اهل الجنوب انا من الجنوب انا لا ولا من الحديثة هيدي الطابة الزرقاء يا فاطمة ما انا نعتذر لا مني من الجنوب بس قلت وهبي بلا نعتذر مني مع انه في مكان وهبي ما بعرف حسيت لهجتها مليون ما طلعت من بالطابة الزرقاء شفت الفيديو اللي انتشر مؤخرا جوزيف لا في فيديو انتشر اليوم جاي من لندن بالمظاهرات اللي استقبلوا فيها دونالد ترامب في فيديو لشخص ماشي وجارر وراه شخصين عرب بيّن من وجه واحد انه بن سلمان الوجه الثاني ما قدرنا نعرف مين شوف هالفيديو فرجونا الفيديو شفتوا هيدا عم بجسد شخصية دونالد ترامب وجارر وراه اثنين عرب يعني عم بيحاكي زمن العبودية اي صحيح ما هو ترامب كأنه حاطط بقفاه مغناطيس سحب كل المصريات منه ايه 500 مليار ايه شو هنا لعبة حاطط بقفاه مغناطيس حاطط اكيد ما ضل في مصاري او حاطتهم عند ايفانكا والثانية وبنته بقفا ايفانكا يعني لا ليش بالقفا مش ممكن مش بالقفا طيب هلا بدنا نفرجيك دعاية للفياجرا بس شو دعاية عن جد كتير معبرة يلا شو فيها ما فيها شيء دعاية فياجرا ولو طيب معبرة أوكي. معبرة هالدعاية ما عجبتك ما فيها شيء شو يقولك ما حاطين عطشة علبة افتحوا الصورة أوكي. افتحوا صورة كلها كملوا لنا صورة شفت هذا تبع طنبوز هذا هذا صبر طنبوز شو صحيت مبين انا لا انا بدي اسالك انه مين بده فياجرا سياسية ليقدر يكمل حياته السياسية بلبنان والله الحقيقة سامي جميل الشيخ سامي بده اكيد ما بعده شاب وعم بغلط شو اخطاء بده يقدر يستمر
الحياة السياسية بدو حبي زرقاء الختيارية إذا حدا مفكر ختيارية بدون فياجرا أنا مش شايفهم هيك وضعهم يعني صار عندهم خبرة صار عندهم خبرة وعندهم حنكي حنكي إيه بيعرفوا أنت بيعملوا الدق جمجوم ناخد اتصال ولا منكفي حديث لا بدي أسأل جوزيف عن شو اسمه رئيسة كرواتيا إيه؟ بس بلا قطع عن حديثك صار له خمس حلقات معلق على يعني مهووس فيها أنا مهووس فيها بحبها أنت شايف لي عينك ضيقة أنت لما عم بعطيكي وجه آخر ليش بتحرق لك مشاعرك بتحرق لك مشاعرك أنا ما عم بعطيها وجه ما عم بيعطينا وجه صار له فترة معلق ما بقى أطلب منها فرنش كيس وهيك ما بقى بدي شي منها عم بتحرق لك مشاعرك رئيس الكرواتيا إيه بقوة بتحرق لي شو ليك 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 هيدا شفتوا اللي على البيت إيه جزمان في ناس ما بيعرفوا القيمة وما بقدروا الاشياء بس مالله صدرك نافر هيك طالع غير شكل ايه طبيعي شو طنبوز احسن مني هلا بس جيب سيرتها هيك بصير فيك ايه مينيموم هيدا المينيموم لانه على الهوا نحن جوزيف في ناس ما بتقدر القيمة بتعرف الو انا مقدرك انا اول واحد جيت وطلعت معك بعرف فتحنا اول حلقه من جام صحيح. اول حلقه مره طلعت على الهواء مش سنه ونص اكثر من سنتين سنتين كان الاستاذ جوزيف ابو فاضل ضيفه يا عمي ما بدي استاذ في ناس كانوا بالملعب اليوم عم يحضروا ماتش الفينال وما مقدرين انه هن عندهم كرسي بالملعب يعني كيف الماتش عم بصير وعينهم مدري وين مدري على اي طابه انظر مش عم بيتفرجوا على الماتش ليك في ناس يعني الماتش ماشي ولك هن عشان يتفرجوا هذا بده يكون شايفها بالميو قبل 100% لانه شايف طبطين هو اليوم طنبوز صبر صبرين وهذا طابه طبطين هذه الا جمعتين مشغل العالم يعني ما عم بقول لك ما عم بيسكت عنها يعني بعدين في شغله اكثر من هيك يعني منيح عم تتهدى ايه والله منيح ما ربحوش لو ربحوا شو بده هديه شو جمجمة شو بده هديه لا طنبوز ولا غير طنبوز اي طنبوز كلها سكري هالسمية علي يلا سكرنا منيح ما قلت لي سكرت امك لا سكري هالسمية ما تصغري دغري دغري علقت الو مساء الخير مساء الخير مين معنا؟ ما معنا هيدا توت توت هيدا هيقتل الاتصال ما قدرنا ناخده ايه يلا من جديد ناخد غير اتصال يلا اوكي جوزيف نعم كنت بدي اسألك هذيك الساعة انا عم بحكيك عن احلام ايه ما سألتك عن شيء مهم كتير سمعت بالدعوة اللي طرقونا اياها انه رفعوا على المجلس الاسلامي امبارح حضرت حلقتكم مع ست ماجي فرحي اللي بوجه لها تحية بقدرها وبحبها كتير طيب ناخد اتصال ناخد اتصال نرجع منكفي هذا الموضوع كتير مهم ألو مساء الخير ألو مساء الخير مساء النور مين معنا؟ معكي ماجد أحمد ماجد من وين عم تحكينا؟ من زيتون طيب وين بتقول المليون موجودة يا ماجد؟ أنا بقول بطابة الأورانج الأورانج أنت أول واحد بتنقي الطابة الأورانج من وقت ما بلشنا يلا بالتوفيق يا ماجد يعني يمكن أو واحد أو اثنين نقوا الطابة الأورانج قبل بس بتصور ماجد أول واحد بنقي الطابة الأورانج اللي فيها هلو. المليون ليرة يا ماجد مبروك يا ماجد والله خليه يتصل بكرة بالجديد. على التلفزيون الجديد وهن بيقولوا لك لوين تجي تستلم المليون ماجد أوكي يا ماجد أنا برأيي بتعطي هن ست مريم بسام مبروك مرة جديدة يا ماجد وجهنا تحية كمان جوزيف نعم كنا عم نحكي عن الدعوة المقامة ضدنا استغربت لأنه يعني أنت بتعرف أنا علاقتي مع الإخواننا نعم الشيعة يعني مجلس الشيعة الأعلى يتشكى على بروجرام مثل بروجرامك يعني ما أكيد أنه الإمام المهدي المنتظر يعني أنا مثلا ما بعرف أنه عنده أسماء غير اسم انه عنده اسم انا ما بعرف طلع عنده 182 اسم ولا قصة طب كيف بده يعرف لا لازم تعرف جوزيف انا لازم اعرف لا هذه انا بقول لك شغله يعني انا شو بيسوى روح لعندهم واحكيهم وكذا انا جاهز وعلى صعيد المحاماه انا بروح بحكيهم بقنعهم لانه مش معقول ما في سوء نيه ما هي من هيك ما يعني ما لازم يخسروا دعوه وخاصه اني يعني اصحاب الشان فيهم يوقفوها دعوه انا اكيد وقفوا الدعوه ما بيكفوها لأنه بيعرف المجلس الشيعي الأعلى أنه المخرج والكاتب شارب الخليل ودوموزيل ليال أني ما قصده
ابدا يسيء، لا مش معقول حدا يعملها بكامل عقله. صح. كيف الاحرق واحد مثلك؟ يعني انا اكيد جام قال له للمخرج، نعم هلا بقول له، والكاتب شارب الخليل انه نحن هاي الشغله مستعدين بتصرفه مع اخواننا وكبارنا بالمجلس الشيعي الاعلى، لانه نحن واخواننا الشيعة والكلهم سوا. هذا الشيء مستغرب. وبعدين قضية القائم أنا ما بعرف اسمه، يعني عجل الله فرج بور، أنا ما بعرف إنه هذا الاسم يعني هيك. طيب هلا جوزيف شكرا على هيدا الشيء. بدنا نرجع للغة وائل بوفو. إيه بدي أقرأ لك أبيات شعر. قريلو. إيه. بس أنت لأنه أنا بعرف أنت كتير ممتاز باللغة العربية. إيه نعم. في شاعر. لا مش هالقد شاطر. في شاعر اسمه الليث بن فاز الغضنفري. إيه. بيقول أول بيت: والكيكذوب الهيكذوب تهيعت ما بتعرف تقرأ، ما بتعرف تقرأ. من روكب للقعلبوط القعطلي. ايه؟ على مين بينطبق هذا البيت إذا فهمت منه شيء؟ هذا ما بيكذب. هذا ما بيكذب. هذا ما بيكذب. لأنه كيكذوب وهيكذوب هيك يعني. ايه يعني الكيكذوب كذب. مين ما بيكذب يعني؟ إنه صوب وين بدي؟ صادق 100%. ايه. الرئيس نجيب مئاتي ما بيكذب. هلا عن جد ولا عم بت؟ لا مش عم تحكي جد. ايه ايه يلا ولا نكتي. انت عم تقلي خواصني. لا شو ليش عم تضحك؟ انا بدي اقرا ليش عم تضحك؟ لا لا انا حبيت النكتي. طيب جوزيف قلي هيدا البيت لمين موجه؟ وان اقبل البعرات طاح بهمة، وان اقرط المحطوش. خلص واقف. معراب. معراب ليش؟ معراب. طب ايه شو فهمت منه؟ في معراب. البعرات يعني. ايه بعرات. معراب عفرد وزن صغر. بس انت ما بتعرف شو يعني بعرات. لا طيب ان اقرط المحطوش. خلص خلينا نوقف هون، بدناش نحكي بالقراطه. طب فاي. طيب طيب في مجال ناخذ بعد؟ خلص لا ما في. خلص خلص ربحت مني. مبروك. يلا استاذ جوزيف. نعم بدنا نختم منك بكلمة حرة. كلمة أخيرة منك أنت. شو بدك أحكي؟ شو بدي؟ اللي بدك إيه؟ اختم بكلمة ختم. سياسية، كلمة فنية، كلمة بدك إيه؟ كلمة. يعني أنا سررت إنه كنت ضيف معك ليلي ومع ليال. أنا بالنسبة لي يعني شارب الخليل هو يعني مش بس مخرج وكاتب، هو قدوة بهذا البلد. بوجه له تحية لمعلمك. هلا انا بوصل له اكيد عم يحضرنا شرب الخير. اكيد عم يحضر. وبهنيكم على البروجرام. نعم. وان شاء الله دائما الى الامام. مرسي. نحن نتمنى وكل مونديال انتم بخير. بقى هذا البلد اذا ما انتبهنا عليه وما عملنا شيء يليق فينا كحكومه وكعهد قوي، يعني كل عم بيقولوا العهد القوي فشل. بقى انا بقول لهم سكروا تمكن، انتم فشلتوا. ميرسي كثير جوزيف. ميرسي. انا كمان باكد على كلامك سكروا تمكن. بهالكلام الجميل نحن بنقول لكم تصبحوا على الف خير، على امل انه نشوفكم بالموسم المقبل. ميرسي جام. باي. ميرسي جوزيف. ميرسي. اي لاف يو. باي. بيتك معي. شو ما جنسا احترقت حجم بتنسى مشاكلك شو ما جنسا احترقت حجم بتنسى احترقت حجم